أكثر من مرة أنت حكيت عن شخصية قلت والله إذا حكيت عليه لفضحه، وإذا ما يتعظ أنا راح أفضحه وأسولف عليه سوالف شو أخذ شنطة. أنا الأوان نسولف عنه؟ لا ترى ليه؟ ليش؟ لأن أعتقد هجد وسكت. بس مع هذا أجلك الله كواحد غبي برلماني طلع أبالي أنا أحكي عليه، طلع حالة ينبح هذا أطرش كلاب مش السامع. هذا كلاب نايمة، هو كلب نايمية أنا مأطرش موي الثاوبين هذا يقوم يعوي. هم أنت مو يمك الحكي، أنت جابني عليك وأنا عارفك أنت عايش تعوي. أنا جاي أحكي على واحد من قيادات السنية، أنت طلعت لي من غادي ولحيتك مشعثة وجهي الأغبر، أنا أرد عليك يعني أمصخك. فعيب، إحنا نتكلم عن شخصية مسيئة جدا، شخصية لا يمكن رئيس كتلة لا يمكن الثقة بها. ايضا يريد يشعل فتيل الازمه في محافظه الانبار بسبه شنو؟ كله بسبه والله من رئيس برلمان ومن رئيس مدري وش يسمون لجنه ومن فلا. احنا شلنا بهالطلبه هاي؟ وروحوا من البدايه قلنا لكم صفوا خلافاتكم في بغداد، اقعدوا ببغداد، خلوا ازمتكم لا تطلع السيطره مال بغداد. اي ليش تريد تحولوها قوه الانبار؟ ليش تجي تريد تنقل مدير عام معاون مدير عام في احدى الدوائر زين ورجل نظيف ورجل عنده شهاده، تريدون تشيلوه تجيبكم واحد فاسد على قد ايديكم؟ وهاي بسبه شنو؟ بسبه المحاصصه والطائفيه العفنه اللي زرعها النظام السياسي في العراق، انه تجي من الوزير فلان وكيل وزير فلان مدير عام فلان. اي احنا شنو خلاص نجي عندي خرائن خضره؟ اذا خالي هذا الموجود اذا ولدنا لا 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 هذا الموجود سابقا، اما اليوم تجي تقول لي والله هذا استحقاق. احنا هم شعب، اذا هذا تعتبره استحقاقك فقوم خذ كتلتك واطلع برا. يلا لا اريدك بمناطقنا اخويا ولا نعترف بيك ولا لا تنزل بساحتنا، روح خشي شوالتك واطلع. ما يصير تحارب ابنائنا بهذه الطريقه، ما يصير خالص. لان اللي تامر على ابن عمه ونسيبه هذا هو هذا التعني انت رئيس كتله؟ هذا اللي يعنيه انا هسه، يعني هذا يجي وقت. انا ما اتمنى انه يجفص، ما اتمنى انه يعبر يعني الحدود والخطوط، ما اتمنى انه يزل والله يا خالي نجم، لأنه بالتالي والله راح يسمع شيء مو طيب. بس لا يتحرش بينا شوية من هنا، عافية لا يتحرش شوية من هنا. جبت لك أول شيء أنك لا تجي تدخل المحافظة تريد تحفر لها من شو طب قبل لا 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 ما ما طب يطلع خلهم مو معين أحد ومو طابوا باسمنا هي. بس لا تجي تنبش أمور ممكن تثير حفيظة العشائر. ما يصير أنت تجي تشيل أو تحاول تشيل مدير او موظف في الدوله تريشير تجيب ربعك، ما يصير عمي، ما نسمح لك. هو لو ابنه؟ لا هو وابنه ما اعرف والله، ما اعرف ابنه، انا اعرف الشخص هذا الشخص. انا اتمنى من الله انه لا يزل. ترى لا تفيده حكومه بغداد ولا تشفع له سياسه ولا يشفع له بشر. والله شوف انا قسمت يمين، ترى ما يشفع لاحد، لان احنا لا نخاف من حكومه ولا نخاف من احد بالحق. خلينا جاعدين وخلي الأمور تمشي بهدوء ولا تخلوا يطلع صوتنا وبعدين تقولون لنا ليش. إذن العلاس منكم وبيكم؟ لا عندنا علاس قش على رأسك خالد. والله بدعتك. بس بالنتيجة قدر المستطاع ما نرجع على أسلوب قبل، لا أريد يطلع صوتنا ولا أريد أن نكل بأحد. خلي يكون عاقل وثجيل ويقعد بمكانه وهوش جاي طقطق في ياسات وجاي تنهبون بهالبلد. فأقعد واكتفي باللي تبوقه. تجيها للطب تريد تسوي مشكلة؟ لا والله ما يطلع. هو يسوي ذني شيخنا حتى يطقطق في ياسات لو هو يريد أن ينتقم منكم، عنده ثارات وياه. والله أنا بالنسبة لي ما عندي ثار وياه. إذا عنده حسنا، مو أنا دحش على المجتمع. غبي اللي يريد يثار من المجتمع. أنت شو تقول ياه من هنا؟ أنا أقول مشكلته السياسية ويا خصومة اللي صف فيها بروسنا، واحنا لا نسمح لا له ولا لغيره. يعني عنده خصومه ويا الحلبوسي؟ والله عندهم خصومات ما اعرفها يعني وياك. لا والله شيخنا تعرف. لا والله ودعتك يعني كثير من الجهات. لا عفوا ما اقول لك ويا الحلبوسي، بس خلي خلافاتهم في بغداد. ولدنا ابنائنا اللي معينتهم الحكومه بشهاداتهم وابنائهم وذويهم تعبانين عليهم، لا تجون تغيروهم بمزاجياتكم، لا ابوكم ولا بقراراتكم، لابو حتى الكتب اللي جايبوها ذبوها على روسنا بمزاجياتكم.